اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم عن حصاد الدوري الممتاز هذا الموسم، لان وليد سليمان لو اتكلمنا عنه هننسى ونفتكر ان احنا ايه، هنفضل قاعدين وهنلاقي الحلقه راحت معانا للساعه 2 والساعه 3. كل التوفيق يا كابتن وليد ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في اي مجال، هتلاقي دايما جمهور النادي الاهلي في ظهرك دائما ويقف خلف كل من يحب النادي الاهلي. خلينا نروح بقى لحصاد الدوري يا احمد. طبعا هناخد الدوري كده، اعتقد الاهلي هيبقى من اقل المرات اللي تتكلم فيها عن النادي الاهلي في حصاد الدوري. اعتقد السنه اللي فاتت كنا تقريبا مختارين في تشكيل الموسم 6 من الاهلي، بس رغم الخساره بس كان يعني كان الشكل افضل بكتير من من السنه دي، وحتى السنه كمان اللي قبليها لما النادي الاهلي كسب. بنتكلم في الدوري فقط، في الدوري طبعا مالناش دعوه بافريقيا، احنا بنتكلم الحصاد مش موسم، ده مش دوري موسم بس. معمول كدوري بس. فاحنا الاول هنتكلم على هدافين الدوري السنه دي، طبعا احمد سيد زيزو مش محتاجه بقى يعني 19 هدف منهم 10 ضربات جزاء. اوكي تمام، كتير برضو يعني، لو من غير ضربات الجزاء دي كان هيبقى 9. اوكي، مروان حمدي سموحه 15 هدف، مابولولو الاتحاد 13 هدف، جون ابوكا امبي 13 هدف، شادي حسين 10 اهداف ولا ضربه جزاء، محمد هلال البنك الاهلي 10 اهداف. فدول هدافين الدوري، يعني اعتقد ان المهاجمين المصريين اللي في الدوري يا كريم المتفوقين اللي هم اللي بارزين في الدوري المصري شادي حسين. انا شايف ان شادي حسين مروان حمدي، يعني مروان حمدي ما جاش فاخر في ماتش الاهلي بس لا يعني ايوه بس ما يعني في لعيبه ما برضو لا ليه مروان، ما هو برضو مروان ظهر مع سموحه، ليه مروان من اللعيبه واضح ان هي من اللعيبه اللي ما بتقدرش تستحمل الضغط، وهو موجود في نادي الزمالك. نادي الزمالك برضو الضغط فيه شبيه بالضغط في النادي الاهلي. انت وانت بتلعب المباراه او حتى بعض البطولات الخارجيه الناس دايما بتحط لك فريم معين ما تخرجش عنه، انت ما بتقدرش. يعني مروان محسن اكيد مهاجم جيد، لعيب عنده خبره ولعب واحترف ولعب في نادي الاسماعيلي وكان مهاجم منتخب مصر في اوقات كتيره مع هيكتور كوبر، اكيد مميز، لكن بتيجي في حته انت ربما ما تقدرش ان انت تستحمل الضغط. فكان مروان حمدي السنه دي اكيد لازم يستحق من الاشاده ان هو تعب السنه طبعًا دي وطالع وصيف. شادي حسين عاجبني اكتر، شادي حسين بيلعب في مركزين، بيلعب وينج شمال وبيلعب مهاجم وهداف وكله جاب اهداف عالميه كتير. طب شادي حسين في سيراميكا جاب، بنشوفه بيشوط من بعيد بيجيب بدماغه، حتى لما نستعرض كمان معدل المحاولات هو اكتر لاعب ليه معدل محاولات على المرمى. فشادي حسين يعني انت بتتكلم مثلا في الهدافين، حتى لما يجي مدرب منتخب مصر ما تلاقيش ان في مهاجم مصري في معدل 10 اهداف غير شادي حسين مثلا ومروان حمدي، فالاختيار هيبقى ما بينهم لو هو بيحط قائمه منتخب مصر. بس بصراحه انا شايف شادي حسين وابوكا عاملين موسم كويس جدا للامانه، يعني الاثنين تحديدا في الهدافين. طبعا غير احمد سيد زيزو في نادي الزمالك عامل موسم تاريخي بالنسبه له، يعني لعيب كبير بصراحه احمد سيد زيزو برده هايل بصراحه، هايل في كل حاجه بصراحة. يعني برده علشان الواحد يقول الحق بصراحه واحد من افضل اللاعبين في هذا الموسم. طبعا الاكثر اسيست بقى برضو كذلك، احنا اتكلمنا ان احمد سيد زيزو مسجل اهداف، في الاسيست احمد سيد زيزو عامل 14 اسيست. ياه 14 اسيست رقم كبير، اغلبهم برضو كرات عرضيه. بس احمد سيد زيزو كم مباراه احمد؟ لا هجيب الرقم دلوقتي بس معايا. لا بس اللي فايده بقى كابتن اسلام ان زيزو طريقه فيريرا لما رجع استفاد منها اكتر. بالظبط، يعني فيريرا ما جه اول ما جه مع نادي الزمالك وشاف ستايل الفريق، وشاف طبعا ان هو معهوش لعيبه كتيره لان الزمالك كان موقوف لعب 30 لعب 30 من 6 لعب 30 30 مسجل 16 وصانع 14. نعم، وفي اول 19 وصانع 14. وفي اول فتره فيريرا مع نادي الزمالك واجه بعض المشاكل الفنيه، واجه حتى على مستوى النتائج، كان ساعتها نادي الزمالك اتغلب من انبي واتغلب من طلائع الجيش، لغايه لما هو خد قرار فني بان هو يحول الطريقه ل 3 4 3 ويبدا يعتمد على الكرات العرضيه. هو بيثبت المساكين وبيثبت الفول باكس ما يطيروش قوي، بيدي مساحه لزيزو ان هو اللي يلعب الكروسات. انا في وجهه نظري ده القرار الفني ده هو اللي ساعد زيزو بشكل واضح ان هو يعمل هذا الكم من الاسيستات السنه دي، واللي وصل ان هو بيحتل صداره هداف الدوري. لا ومش بس كده، كمان صداره اللعيبه اللي عملوا اسيستات، وبصراحه هو يستحق السنه دي زيزو سواء مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر كان مستواه اكثر من رائع. لكل من يرى نادي الزمالك، هو نادي الزمالك كان بيجيب اهداف خصوصا الفتره الاخيره ازاي؟ من وجهه نظري ان هي كلها كانت كرات ثابته. لا كرات ثابته، كورنرز او فاولز او عرضيات او عرضيات او عرضيات يعني. ضربات ركنيه كمان كتير قوي، يعني واضح ان هو كان بيحفظهم، بيخلص الماتشات بضربات ركنيه، ودايما بنقول ان في بعض الماتشات بتخلص بالضربات الركنيه وان انت تسجل هدف مبكر، دي برده طريقه تحترم منهم بالتاكيد. نعم. احمد رفعت في فيوتشر عامل 7 اسيست،
عبد الله السعيد في بيراميدز 7، عبد الكبير الوادي في سموحه 7، الياس الجلاصي في المصري 6، محمد ابراهيم في سيراميكا 6، احمد مدبولي. الياس الجلاصي لعيب كويس اعتقد. بصراحه من احسن، انا بشوف ان احسن اثنين صناع العاب في الدوري السنه دي اللي عملوا موسم كويس قوي الياس الجلاصي في المصري ومحمد ابراهيم في سيراميكا. اوكي. الاثنين عاملين ارقام كارقام اعلى ارقام صناع العاب في مصر. محمد ابراهيم موجود ان هو اعلى معدل من ثاني اكتر لاعب صانع فرص، اكتر لاعب عامل معدل مراوغات ناجحه. الياس الجلاصي موجود في قائمه الاكثر اسيست وموجود برده في قائمه الاكثر صناعه للفرص، فالاثنين كصناع العاب ممتازين جدا، عاملين شغل كويس بصراحه مع فرقاتهم مع فرقهم يعني. احمد مدبولي في الاسماعيلي فرق كتير وهو ساعد كتير جدا في انقاذ الاسماعيلي من الهبوط، عامل برده 6 اسيست. وليد الكارتي في بيراميدز قدم موسم كويس وعامل 6 اسيست، صفقه هايله برده لبيراميدز. يمكن ده ترتيب الاكثر اسيست. الاكثر معدل محاولات صحيحه على المرمى شادي حسين، وده الرقم اللي كنت بتكلم فيه، شادي حسين 1.6 ومابولولو الاتحاد 1.5، فالاثنين دول عاملين يعتبروا في المعدل المحاولات الصحيحه رقم كويس. الاكثر كلين شيت اكتر حارس حافظ على نظافه شباكه محمد بسام، حارس طلائع الجيش عامل 18 كلين شيت. اعتقد فتره طويله منهم مع الكابتن طارق العشري، لان طريقه الكابتن طارق العشري تتناسب مع هذا الامر. ودي نقطه مهمه يا كابتن اسلام، من ساعات المدير الفني يبقى له دور في ان اللعيبه تتالق. يعني برضه عايز اشيد بالكابتن بالشغل اللي عمله الكابتن حمزه الجمل مع النادي الاسماعيلي. بصراحه الكابتن حمزه الجمل قدر ان هو يعني ينتشل النادي الاسماعيلي من فترات صعبه جدا جدا جدا، الفريق حتى كان قاب قوسين او ادنى من الهبوط السنه دي والتواجد في الثلاث مراكز اللي في قاع الجدول. الراجل عمل شغل بصراحه ممتاز، واعتقد هو احد الاسباب الرئيسيه في بزوغ نجم احمد مدبولي مع النادي الاسماعيلي، ان هو اداله يعني اريحيه في اللعب واداله مساحات كبيره. وشفنا احمد مدبولي فعلا في المباريات الحاسمه في نهايه الدوري بينقذ النادي الاسماعيلي باسيستات كتيره، وقدر يساعد الفريق ان هو يعني يتقدم لمنتصف الجدول. فبرضه كابتن طارق العشري في نادي طلاع الجيش اسلوبه الدفاعي وطريقته الدفاعيه خلت الفريق يصعد دلوقتي لاعتقد المركز الرابع، هو وفيوتشر يعني عندهم نفس الرصيد من النقاط. وهنستنى طبعا الجوله بكره عشان نشوف طلاع الجيش ممكن ينهي الجدول وهو في المربع الذهبي. واعتقد طلاع الجيش في بدايه الدوري يا ثابت كان بعيد، كان بعيد قوي، كان بعيد يعني ما حدش كان يتوقع ان هو يصل في نهايه الدوري للمركز الرابع. كان ده بسبب ايه؟ بسبب الشغل اللي عمله الكابتن طارق العشري والاسلوب اللي خلى هو ده. بصراحه طول عمرنا عارفين طلاع الجيش يعني ما بينجحش غير بالطريقه دي، من ايام 2005 و2006 بصراحه طلع الجيش طول عمره بينجح بالطريقه دي مع الكابتن طارق العشري.